تعالى اخدك واروح، كنت عايز اتكلم على مدى حدث المصريين. طيب تعالى اخدك على اضرار كبيره حصلت للاسف الشديد في اليونان، وانا لازلت الحقيقه حتى هذه اللحظه اجدد انه يعني احنا هنا كلنا في مصر بالتاكيد بالتاكيد قلوبنا مع اهالينا في المغرب، وكذا الحال في اليونان. وخلي بالك برضو علاقة مصر باليونان هي العلاقة التاريخية على كل المستويات. ما تنساش أن مصر لسنين طويلة عاشت فيها جالية يونانية كبيرة جدا. حصلت أزمة في اليونان، أضرار ضخمة جدا وصلت لليونان وليبيا نتيجة حاجة اسمها العاصفة دانيال. إيه بقى قصة العاصفة دانيال دي؟ وليه هي مدمرة بهذا الشكل؟ ويا ترى هل إحنا نقلق ولا إيه اللي ممكن يجرى؟ خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور منار. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين. زي حضرتك دكتور منار، إيه العاصفة دانيال دي؟ العاصفة دانيال ده منخفض جوي متعمق بشكل كبير على البحر المتوسط، القيم الضغطية فيه منخفضة بشكل كبير، بيتزامن معه كمان منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فرق درجات الحرارة بين سطح البحر المتوسط، لأن سطح البحر المتوسط درجات الحرارة فيه مرتفعة بشكل كبير، وفي طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب الرعدية اللي بيكون معاها أمطار غزيرة بشكل كبير جدا وسرعات رياح عالية بترقى لحد العاصفه او الاعصار المتوسطي او العواصف المداريه، يعني هو شبه الاعاصير يعني بصوره بسيطه جدا الاعاصير اللي بتضرب بعض الولايات في الولايات المتحده الامريكيه، لكن بسرعات رياح اقل طبعا، فعشان كده احنا هو يعني عاصفه مش اعصار، بس بياخد مسمى الاعصار المتوسطي الميديكيل، هو ضرب السواحل اليونانيه وكمان بعض المناطق من جنوب ايطاليا، وكمان بيضرب يعني اليوم وامس السواحل الليبيه، امطار غزيره وصلت لحد السيول والامطار الفيضانيه في الشوارع اللي موجوده ان كان في اليونان او في ليبيا، سرعات رياح تجاوزت في بعض الاحيان ال 100 كيلو متر على الساعه، ادت طبعا لتساقط اشجار بشكل كبير، ويعني اقتلاع اشجار كمان مش تساقط بس يعني او يعني وتساقط بعض المباني. يعني احنا يعني كمواطنين عاديين أو في اليونان. احنا كمواطنين عاديين غير متخصصين زي حضراتكم، كلمه عاصفه بالنسبه لنا يعني شويه هواء شديد، لكن حجم الاضرار اللي احنا شايفينها في اليونان مخيف، يعني بالظبط عامله زي الاعاصير. ما هي الفكره ان احنا المسميات بتبقى طبقا لسرعات الرياح اللي موجوده، بتبدا منخفض جوي عادي او منخفض جوي متعمق مع زياده سرعات الرياح بتبقى عاصفه، مع زياده سرعات الرياح اعلى بتبقى تتحول لاعاصير من الفئه الاولى لحد الفئه الخامسه. طبعا احنا هنا في دول حوض البحر المتوسط يعني نادرا ما بنتاثر بال يعني الاعاصير المتوسطيه اللي بتبقى من الفئه الاولى، يعني ما بتزيدش عن الفئه الاولى، عشان كده هي اسمها الميديكين، جايه من ميديترينيان وهيريكين، يعني اعاصير المتوسطيه او اعاصير البحر المتوسط، لان لازم الاعصار عشان يحصل يكون على محيط او مسطح مائي كبير، لكن هي بتاخد بعض السمات زي سرعات الرياح، سرعة الاعمار الصناعيه لوجود عين ضيقه مع السحب غزيره وامطار فيضانيه، ونتيجة طبعا الاحترار والتسخين اللي موجود على سطح البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية، عنف الحالات الجوية بدأت تزيد بشكل كبير. هل ألحقت يعني هذه العاصفة أي أضرار بالسواحل الليبية ولا كانت مجرد أمطار وسرعة رياح؟ لا هو طبعا في بعض الأضرار، يمكن احنا الصور المنتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي على بعض يعني الخسائر المادية، ويمكن كمان أدت لخسائر في بعض الأرواح، يعني آخر حاجة احنا قريناها وشفناها يعني حالتين اثنين وفاه بسبب الامطار اللي موجوده بشكل كبير في الشوارع في ليبيا، ومتوقع استمرارها يعني غدا كمان، يعني هي هتبدا تقل بدخول المنخفض الجوي على الارض، لان المنخفض الجوي بيتعمق وبيستمد قوته من البحر المتوسط، بمجرد دخوله على الارض بتبدا سرعاته تقل وبيبدا يعني شدته تقل، وده اللي هيحصل عندنا في جمهوريه مصر العربيه. اشرحي لي بقى ايه اللي هيحصل في مصر؟ هتأثر علينا بس بشدة أقل، لأنه هيبدأ يأثر على المناطق اللي موجودة في الصحراء الغربية، يبدأ شدته تقل فيتحول لمنخفض جوي متعمق على البحر المتوسط والصحراء الغربية، مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا فنبدأ نشوف الأمطار لكن بشدة أقل بكتير من اللي حصلت في ليبيا أو في اليونان، أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانا على محافظة مطروح، سيوة، السلوم، مدينة مطروح، الضبعة، العالمين، المناطق دي كلها معرضة غدا إن شاء الله
ليه امطار زي ما قلنا متوسطه وغزيره ورعديه، كمان سرعات رياح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه وانخفاض رؤيه افقيه على اغلب الطرق والمناطق الصحراويه، ويمكن كمان الاتربه تمتد لبعض المناطق الداخليه ممكن توصل للقاهره الكبرى او الوجه البحري او شمال الصعيد او مدن القناه، لكن بصوره اقل من اللي هتحصل في الصحراء الغربيه او سواحلنا الشماليه الغربيه. يعني في رايكم، اتفضل يا فندم، انا اسف على المقاطعه بس علشان انا بحاول افهم اكتر، في رايكم انه هذه العاصفه عند وصولها الى مصر المتوقع غدا مش هتسبب لنا اضرار؟ يعني هي الفكرة ان هيكون اقل من اللي حصل بشكل كبير جدا من اللي حصلت في ليبيا على الاقل او اللي حصل في اليونان، اقل بشكل كبير. يعني لن تقتلع اشجارا، لن تتسبب في انهيارات في شيء، مش هتتسبب في، يعني فقط مسألة انها عاصفة رملية تنعدم فيها الرؤية بمدى محدد. انخفاض رؤية أفقية بسبب الأتربة طبعا، ممكن سرعات الرياح تؤدي يعني تساقط بعض الأشياء المتهالكة، لأن سرعات الرياح أقل بكتير من اللي حصلت في ليبيا، لأن سرعات الرياح في ليبيا زي ما قلنا في بعض الأحيان تجاوزت 75 كيلو متر على الساعة وكمان 100 كيلو متر على الساعة، لكن هنا في جمهورية مصر العربية ما بين 30-40 مش هتزيد عن 45 كيلو متر على الساعة، فبالتالي الأضرار لو حصلت هتبقى أقل بشكل كبير، لكن ممكن نلاقي تجمعات لبعض المياه في الشوارع خاصة في مطروح، يمكن عشان هي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المياه هتبدأ تبقى تتجمع إن شاء الله في الأبار وفي الأماكن الصحراوية بشكل كبير. ناخد بس احتياطاتنا بشكل كبير، عارفين إن المناطق اللي موجودة في محافظة مطروح ككل، سيوة أو السلوم أو براني أو مدينة مطروح، هيبقى عليها أمطار يعني غزيرة متوسطة إلى غزيرة ورعدية، فلازم ناخد بالنا الطرق ممكن يبقى عليها تجمعات للمياه، فلازم تبقى القيادة بهدوء تام على الطرق. الرؤية الأفقية عشان كده احنا بنقول لازم تبقى القيادة كمان بهدوء تام طبعا. أثناء سقوط الأمطار لازم نبتعد عن أعمدة الإنارة. تنتهي هذه العاصفة من مصر إمتى يا دكتورة؟ هي تبدأ كمان يوم الثلاث والأربع تأثر على باقي المناطق الداخلية لكن بصورة أقل كتير، يعني احنا إن شاء الله متوقع استمرار حالة عدم الاستقرار، هي تبدأ يوم الاثنين تستمر معنا الثلاث والأربع على المناطق الداخلية، يعني هتشمل الوجه البحري وهتتصل كمان أمطار خفيفة المناطق من القاهرة الكبرى يوم الثلاث المقبل إن شاء الله، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، المناطق الشمالية السواحل الشمالية هتكون أمطار متوسطة ورعدية، مع يوم الأربع كميات الأمطار هتقل، ومع يوم الخميس تنتهي تماما فرص الأمطار إن شاء الله. كمان هيحصل تحسن في درجات الحرارة بشكل كبير، يمكن احنا كنا بنشهد موجة من موجات ارتفاع درجات الحرارة، تستمر معانا الاثنين، مع يوم الثلاث إن شاء الله درجات الحرارة تتحسن بالشكل. يا رب خير، أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ألف شكر، نتمنى أنها تمر على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب